ضمن رؤيتها لدخول عصر المرافق الذكية ومطالبة الشركاء الدوليين، تمضي الموانئ العراقية قدما في مشروع تحويل التعاملات الورقية إلى نظام إلكتروني في إطار مشروع مؤلف من مراحل عدة سيكتمل نهاية العام الجاري في المنافذ البحرية هنا، وخصوصا موانئ أم قصر للحد من الفساد المتفشي بالمعابر الحدودية. سوف يدخل التحول الإلكتروني عن قريب، هناك شركتين سوف تندمج إن شاء الله بشركة واحدة لإدارة الموانئ إلكترونيا. هناك أكثر من مرحلة في هذا المشروع، منها ما وصل إلى 80% ومنها ما وصل إلى 100%. هيئة المنافذ والجمارك سوف يرتبطون أيضا من أجل الإشراف والمراقبة، سوف تكون هناك مراقبة شبه متكاملة. وبعد توسعة شبكات الطرق وتأهيل القديمة منها، نصبت منظومة أمنية رقمية في بوابات ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي لفحص الشاحنات ومراقبة الأعمال اليومية في ساحات التخزين وتحميل حاويات البضائع. تنفيذ مشروع مدخل وطريق ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي لصالح الشركة العامة للموانئ العراق، ومن مواصفات هذا الطريق أنه يزيد الطاقة الاستيعابية لحركة مرور الشاحنات من وإلى الأرصفة في ميناء قصر. وفي وقت سابق أطلقت حكومة الكاظم حملة لحماية الموانئ والسيطرة عليها من قبل قوة عسكرية عملت على إنهاء تعدد السلطات التي تورط كثير منها بقضايا فساد. استخدام المنظومة الذكية لإدارة الموانئ يمثل أحد متطلبات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذا من شأنه أن يرفع من الإيرادات المالية للموانئ بعد أن تتحول إلى وجهة عالمية للنقل البحري. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.